قصة التوأمين نور وبدري من ولاية تبسة المجاهدة وحدها تصنع الاستثناء، فأبناء شهيد الثورة الجزائرية العرب التبسي يواصلون قطف ثمار الجد والكد في كنف القرآن الكريم. هذه كثرتي بعد كتاب الله وبعد رضاية الوالدين ورضاية الزوج رحمه الله، هذيك هي ثروتي يا بابا. ندعي لهم الصباح، ندعي لهم قبل روحينا، قبل روحينا. هذيك هي ثروتي وهذيك هي هذيك هي هذيك هي جنتي. وندعو لجميع المؤمنين. في رحلتنا توجهنا إلى منطقة بير العاتر الحدودية باحثين عن الحاجة سعاد الخاتمة لكتاب الله، والتي أبدت موافقة على سرد قصتها في التتويج بحافظة القرآن الكريم. الحمد لله على ذكر الله وعلى ذكر رسول الله. معكم الحاجة رابح سعاد نيبو عمرو الهادي المرحوم، وليدة 54 بمدينة بنزرت الجمهورية التونسية. زولت تعليمي حتى السنة الخامسة بالجمهورية التونسية، ثم انتقلنا من بعد ذلك إلى بلدنا الجمهورية الجزائرية. وصلت تعليمي حتى السنة السادسة وانقطعت عن التعليم لظروف، وعلى حسب بلدتنا هذه الهادية بير العاتر انقطعت عن التعليم، ثم تزوجت وحتى صرت أم لي 12 طفل. فكنت مترددة في، ومن بعد حكمت الطريق الصحيح، قريت على يدين الشيخ زبير حفظه الله، وعلى شهلة وأحلام، وبرشا من شيوخنا الأفاضل، والحمد لله. الحاجة سعاد كانت لها رغبة كبيرة في ختم كتاب الله، حيث باشرت مشوارها بالمدرسة القرآنية للحية، ومع مرور الوقت تمكنت من رفع قدراتها الحفظية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. وما هي إلا أشهر معدودات حتى فقدت سعاد فلدة كبدها. شاءت الأقدار أن تبتلى عائلة الحاجة سعاد بوفاة زوجها الذي كان سنداً لها طيلة حياتها، صدمة أجبرتها عن الانقطاع عن حلقات الحفظ. ومن بعد كبروا وافتقدت زوج من أولادي، من خيرة الرجال، من زينة الرجال، فكان المصاب جلل وكبير على أعصابي، وعلى وخاصة ما بينتهم 4 سنين. لا الجهد قدام رب العليم، لا الجهد في سماء الكبدة. سماء الكبدة ديما تمطر على أولادها، هذيك هي الصعوبة. الإنسان إنسان، والمرأة وزوج أولاد راحوا ما بينتهم 4 سنين، الصعوبة في أنه التفكير في أولادي وكل شيء. الإنسان إنسان، مهما يطمح مهما يعمل ما يجيش في غياب أولادي، هذاك هو. وتالي صعوبة، ما عنديش صعوبة، والمزية ربي سبحانه، والدتي اللي قررتني وقريت في تونس بلد العلم، غير أن قطعت صغيرة، لكن بحكم أني قلت لك متزوجة بكاتب إداري، كاتب عام في الإدارة في البلدية، وولادي كلها قريتهم وكل شيء، ما انقطعتش على التعليم، ما جتنيش صعوبة في القراية، لا صعوبة في الإنسان وفي جهد وفي مزاياه في بالنفس بما أجادت،
والحمد لله راني نحسن القراءة، مانيش أمية، نحسن القراءة، لكن الفكر هو اللي ما يحسنش ساعات الحفظ ياسر. حافظة البقرة كيما الكهف حافظات، وكيما الود اللي نرجع لها نرجع لها نلقى روحي حافظتها لأني مارستها عاميا. مرت أيام وأشهر والحاجة سعاد تعيش دوامة من الحزن والاشتياق، ليأتيها ابنها ناصحا إياها بالعودة إلى طريق الله واستئناف حفظ القرآن الكريم. هذيك ثروتي بعد كتاب الله وبعد رضاية الوالدين ورضاية الزوج رحمه الله، هذيك هي ثروتي. يا بابا ندعي لهم الصباح، ندعي لهم قبل روحنا، قبل روحنا، هذيك هي ثروتي، وهذيك هي هذيك هي هذيك هي جنتي. وندعو لجميع المؤمنين عايشك تعيش وترحم ان شاء الله. ثم ولدي الكبير بو عمره وليد كان يحضني على مشي المسجد، امشي المسجد امشي، وانا رافضه حتى اني هداني ربي مشيت للمسجد، وليت نهار نبكي ونهار نرجع ونهار نقرا شوي برك ونهار منا ونهار منا، حتى جابني ربي في الصواب. والفضل ثاني يرجع للزوج الكريم المرحوم بو عمر الهادي اللي اعطاني الحريه المطلقه باني نمشي ونقرا القران العظيم. ولم اجد صعوبه، لاني بما اني زاولت تعليمي ما وجدتش صعوبه في الحفظ في الالقاء وفي، لكن الصعوبه في احساسي بصعوبه، هذيك الصعوبه. جاء الفرج وجاء اليوم الذي كانت تنتظره الحاجة سعاد، وهو ختم كتاب الله، حيث تلت آخر آيات حفظها من القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. كن قرآنا يسعى يمشي بين الناس، فسلوكك علمك نفعك ركن وأساس، كل العالم من حضرت ختمة الحاجة سعاد شقيقة المرحوم زوجها التي تقاسمه أوقات فراغها وحياتها اليومية، وأرادت أن تحدثنا عن الخاتمة. نطلب منكم الأول خلاص الرحمة لأخي والرحم على زوجي الكريم اللي أتاح لي الفرصة في حياته وبقت ممدودة إلى بعد ما ماتوا، وأنت تفكروه أرحموه. ونطلب الشكر لأختي عائلة خويا، نحنا صرنا أخوات، ما صرناش بعد لبعضنا، صرنا أخوات. محبة لوجه الله واجب علينا، وأهل من أهل بيتي، وأخت راجلي يلزم نحترمها كما ناكل مع بعضنا، نعيش مع بعضنا، نمشي مع بعضنا، نقعد مع بعضنا، فضل من عند رب العالمين. الحمد لله نستحمد ربي سبحانه وتعالى، نطلب ربي سبحانه وتعالى هي تعطينا شوي من قرآن اللي حفظته غدا يوم القيامة. ما عنديش مزيانة في حسن المعاشرة، وأنا بلا فخر في الروح حسنة المعشر، هذا الشيء نطبوه عليه. والتالي الآخر مكملة عملها معانا، ونحن مكملين عملنا معها الحمد لله رب العالمين. نبقوا أخوات، نهار اللي نتلاقوا عند رب العالمين نتلاقوا أخوات، ما نتلاقوش بعدنا بعضنا. كثيراً ما نجد علاقة الزوجة بشقيق زوجها يشوبها توتر دائم، غير أن العلاقة بين هاتين الحاجتين كانت أنموذجاً حقيقياً للعائلة الملتحمة. ولأن مسيرة الحاجة سعاد كانت تحت تأطير دائم من قبل معلمات القرآن الكريم، فقد اكتسبنا جميعهن من الهدى سلوكا نيرا ومن الأخلاق نبراسا. بالنسبة لأمنا سعاد، يعني رحلة الختم كانت رحلة مليئة
المثابرة والصبر وجهدها الكبير الذي شجعها لحفظ القرآن الكريم. إن القرآن الكريم هو أحسن الحديث وأعلى مراتب الذكر وأجل الكتب وأشرف ما يحوزه الحافظ من الرفعة والمكانة إن حصله في صدره وتعهده بالتثبيت والمداومة، فسيكون له حتماً نوراً له في الدنيا ومنازل عالية يرتقيها في جنات النعيم بالآخرة. فهنيئاً لك الحاجة سعاد ختم كتاب الله.